الله بقى عندكم منفذ بحري وهيبقى بالزبط. عندكم عاصمه الدلتا بحق وحقيقي بقى القادمه اللي هي المنصوره الجديده طبعا طبعا اللي هي شكلها هتبقى طبعًا. شكلها اشبه بدبي طبعا حاجات في دي الميه دي هتبقى من المدن خرافية. اللي احنا بنسميها المدن الواعده او اللي يسموها الجيل الرابع من المدن اللي يبقى فيها كل الحاجات الحديثه فان شاء الله دي هتبقى يعني تقريبا اذا كنا بنتكلم من العالمين في الغرب فبتكلم على المنصورة الجديدة في الشرق بنفكر طبعا جد إن شاء الله في إزاي نربط المنصورة الجديدة بالمنصورة القديمة يبقى أنا بتكلم على عشان أشجع الناس تروح لازم نوفر خدمات فطبعا ده بيتعمل دلوقتي في المنصورة الجديدة سواء كان التخطيط والخدمات والمدارس والمستشفيات وكل الحاجات تربطها إزاي؟ ازاي نربطها دي اللي احنا بنفكر حديد مثلا او بنتكلم على خط كهربائي خط سكه حديد بمكهرب ده ايه الجمال ده؟ اولا ما بقاش طبعا تلوث البيئه ثانيا بيعدي على بعض المدن كمان فبيقلل لي حده المواصلات على الطرق لان احنا عندنا برضو على فكره المحافظه هي محافظه زراعيه وليس لها ظهير صحراوي ففيها تكدس عمراني كبير فكنا ننقل السكان لمدينه المنصوره دي هتبقى يعني تخفيف الضغط على المدن اللي موجودة فيه.